وينضم إلينا من عمان للحديث عن الذكرى 17 لتأسيس جريدة أو صحيفة البصائر السيد حارث الأسدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. 17 عاما مرت على إصدار صحيفة البصائر، كيف أسهمت هذه الصحيفة في الواقع العراقي وما الذي تمثله الآن بعد مرور هذه السنوات؟ نعم، دأبنا في البصائر أن نطلق شعارا في كل عام يوضح زاوية من زوايا الاهتمام التي توليها البصائر في سياستها التحريرية. فمرة نركز على قوة الكلمة وكيف أنها الباطل، وأن صف الباطل يضطرب إذا صدرت أمامه قوة كلمة، ونبراسنا في ذلك هو ما جرى من في السورة القرآنية عن سيدنا موسى لما قال للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيوضح القرآن أن هذا الصف، صف السحرة، اضطرب ويعني تفتت أمام قوة الكلمة. ومرة نركز على ساحة الكلمة وفروسيتها وفرسانها، وفي ذلك أيضا يعني نعطي مساحة للمتلقي ومساحة للكاتب، وكيف يوصل فكرته ويوصل إحقاقه للحق لأكبر شريحة في المجتمع. كذلك نركز أيضا، ركزنا في هذا العام على شجاعة التوثيق، فمما هو معلوم عند العراقيين لا يهتمون كثيرا في مسألة التوثيق، لأنهم يعني أصحاب إباء وأصحاب شموخ، فيعني يعفون أنفسهم عن مسألة أنه إظهار المظلمة أو إظهار الشكوى، لكن هذا حقيقة خلل يجب أن يعالج. إذا وقع عليك انتهاك لا بد أن توثقه، وهذا ما تفعله البصائر خلال 17 عاما كانت مظاهر الحياة التي عاشها العراقيون تحت وطأة الاحتلال، يعني إجرامه، انتهاكاته، اعتقالاته، تعذيبه، قتله للأبرياء، جريمة مثلا قتل عبير الجنابي، جريمة قتل الأطفال في بغداد الجديدة، جريمة القتل في حديثة، كل هذه الجرائم كانت البصائر توليها اهتماما كبيرا وتوثقها من أجل أن، لأن الحق لا يسقط بالتقادم. فتوثيق في الصحف من أجل إحقاق الحق وفضح الانتهاكات. نعم سيد الكريم، تأسيس الصحيفة بعد 3 أشهر من بدء الاحتلال الأمريكي للعراق كان أمرا مهما جدا في الحقيقة، وربما ساهم إلى حد كبير في رسم خط تحريري واضح، ورغم كل ما شاب تلك الفترة من يعني فوضى ومن محاولة حرف المسار عن الحركة الوطنية للعراقيين. حقيقة انطلاقة البصائر وعبر مؤسسها الأول كانت له رؤية وهدف واضح بأن نضع أمام العراقيين الحق ونضع أمام العراقيين ما يجب أن يقوموا به، فكانت لابد من صحافة أو يعني وسيلة إعلامية توصل هذا الرأي إلى المجتمع، ولا سيما أنه في بداية الاحتلال كانت مسألة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي غير عما هي عليه اليوم، فكان لابد من إيجاد وسيلة تواصل بين حامل الرأي وبين المجتمع الذي يحتاج إلى هذه الرؤية. فكما تعلم أن المخطط الأمريكي ومعه الداعم الإيراني كانا يفعلان الأفاعيل في الواقع العراقي أو في الساحة العراقية، فكان لابد من إيجاد هذه الوسيلة لكي تكون المنبر الذي يعبر عن العراقيين. فكانت البصائر مثل ما هي لابن بغداد كانت هي لابن البصرة، كانت لابن الرمادي كانت هي لابن الناصرية، وما يجري اليوم من نشاطات ومظاهرات من ثورة تشرين البصائر حاضرة في كل السوق. نعم، وهذا يدفعنا للسؤال عن أن الصحيفة التي سبحت عكس تيار العملية السياسية التي أنتجها الاحتلال، هل نجحت هذه الصحيفة، أو بالأحرى كيف نجحت في أن تكون صوت العراقيين الحر؟ الحمد لله، يعني ربما من أدلة نجاحها
أن الوعي اليوم الذي يتمتع به الشعب العراقي ونبذه لأفكار الشحن الطائفي ونبذه لأفاعيل القتل على الهوية ونبذه لتجريم المجتمع وتشتيته، هذا يدل على نجاحها أولا، وهذا يدل على وجودها ثانيا، وهذا يدل على أن الباطل إلى زوال وأن الحق ثابت. لكن دفعت البصائر ضريبة من خلال المداهمات، من خلال الاستهداف، من خلال يعني قتل بعض الكتاب فيها، من خلال الاستهداف حتى الموزع، موزع البصائر استهدف، وكادر البصائر أيضا اعتقل وأمضى أكثر من عام في سجون المالكي. والحمد لله هذا ثمرت هذا الجهد طيلة 17 عاما نجده اليوم صدى في الشارع العراقي. شكرا لك سيد حارث الأسدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق.